شفتيني في الصحراء غادي رجليا الحجر تفلحو، كنقلب على طرف الخبز باش نكون تا انا بحال هادوك اللي نجحو. يا حسرة عليك يا شعبية العزيز، غرتك الدنيا وملاهيها، غرك الطرف والفيلتر والجنطة اللي راكب عليها، غرك سناب شات وروتيني اليومي وكاع اللي كذبوا عليك بيها. اياه سيدي، نتوما اللي واعرين وواصلين وانا غير حازق، فرص مالي كلمات كيحضروا من اللي كان كمي جوان. انا اللي قريت وما خدمتش في الدومين ديالي، انا اللي حلمت بلافيون غوز وبقات حلمة معدوم فيها التحقيق، انا اللي ملي كنت صغير قالوا لي شنو باغي تكون، قلت باغي نولي مهندس، وملي كبرت عرفت باللي العبد عمره يولي مليونير. انا اللي دماغي عامر وبكثرة التفكير انت كان جيك وليت معقد، متعقد من مجتمع عايش فيه البيدوفيل وواحد فرص ماله تشويكه، متعقد من اللي نشوف بنت بلادي طيحت الدل على راسها وعطاته لثقافات الماجوس والعلمانية برو، متعقد من اللي نشوف عشيري واللي يسب في البلاد وهو ما داير حتى مجهود باش يقلب على طرد الخبز، متعقد من اللي نشوف الناس كيتلهفوا باش ياخدوا الحرام في الجوامع، صلي فيهم النملة وجدي اللي ما بقى ليه والو يودع، متعقد من اللي نشوف الشيباني لعب 12 والخمسة وكيتسنى في العود اللي يدخل الاول. ايه انتوما ملكتوا القصور والطوموبيلات وديتوها قاورية، غنسولكم سؤال وما تديوش عليا ولكن بغيتكم تجاوبوني عليه في الحلقة الجاية. نهار غيديرو كابوراس في شبر ديال التراب، واش غتدي هادشي معاك ولا غادي تخليه هنايا؟